احنا جاي وتاخر شويه وما جاش وما ردش على التليفون. بعد كده قالوا لنا بكره بعد صلاه الجمعه، لكن برضه الولد هيقعد وهيكمل وهياخد فلوسه. طيب حاجه اسمها الولد هيفسخ، الولد هيمشي، لا هيجي وهيقعد. وده دوركم يا سمير، ده دوركم انتوا. ما هو ده دورنا عشان نادي الزمالك بالظبط. بس يعني يا ريت الناس اللي في نادي الزمالك تعرف احنا بنعمل ايه عشان نادي الزمالك، لان هم ما بيعملوش اي حاجه. يا كابتن مدحت مش عايز اقول لك، تذاكر طيران احنا اللي دافعين، اوتيلات احنا اللي دافعين، كل حاجه احنا اللي دافعينها، هم ما عملوش اي حاجه. هو الولد هارون قال لي كده من بره، قال لي ده انا جيت ما لقيتش حد يسكنني. حسن صقر هيعمل ايه في نادي الزمالك اكتر من كده؟ انا مش عارف حسن صقر عايز ايه من نادي الزمالك، لان هو المسؤول عما يحدث. هو المسؤول، يعني اما يجيب مجلس اداره لا يتحمل مسؤوليه كل مشكله زي ما قال اجوجو وقال ايوه وغيره 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 وغيره. هل ده احترام انك يدي ميعاد الساعه 12؟ وحتى الولد لو ما قبضش الماتش الجاي بنفسيه ايه هيلعب؟ يعني حتى لو ما قبضش بنفسيه ايه؟ يعني انا كان عندي خبر اسماعيل يوسف بيقول له لا مش لا برضه يا كابتن اسماعيل، ما هو الفلوس مهمه، وخصوصا ده لاعب جاي من بره محترف. ايه ده؟ يعني حتى مش ابن النادي. طب انت لو لعبته الماتش الجاي وهو لسه ما قبضش هيلعب باحساس ايه؟ يا كابتن مدحت انا كنت في المجلس وكنت اعاني كنت اعاني من هذه التصرفات. شكرا يا سمير، اشكرك شكرا جزيلا. بالظبط بالظبط، انا بتفق معاك. انا اللي اتحمل مسؤوليه كل ده مهندس حسن.